بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هناخد النهاردة الساين رول. الساين رول إن أنا لو عندي تراينجل كده، مش شرط يكون رايت أنجلد بقى، طبعا الرايت أنجلد بطبق عليه بايثاغورس أو إقليدس، لكن لو هو مش رايت أنجل وبرضه لو هو رايت أنجل ينفع نطبق عليه الساين رول. لو الترانجل اسمه اي بي سي، فقالوا ايه؟ الانجل اي وانجل بي وانجل سي. قالوا هيسموا السايد اللي اوبوزيت لانجل ايه هيسموه ايه سمول. طب السايد اللي هو اوبوزيت لانجل بي هيسموه بي سمول للاختصار. السايد اللي هو اوبوزيت لانجل سي اللي هو ايه سي ده اي بي ده هيسموه سي سمول. فنحس ان هو الرمز المخالف. يعني ايه الرمز المخالف؟ يعني اي بي اسمه سي سمول، بي سي اسمه ايه؟ اسمه بس سمول. اي سي اسمه بي سمول. فقالوا ايه بقى؟ في ناس بتكتبه ازاي؟ يكتبوا ايه اوفر ساين ايه، ده بقى الساين رول، ايكوال بي اوفر ايه اوفر ساين ايه ايكوال بي اوفر ساين بي ايكوال سي اوفر ساين سي. يعني بياخد السايد اوفر الانجل بتاعه، اوفر ساين الانجل بتاعه. وفي ناس بيكتبوا بس ايه بالريسيبروكال بتاعه او المالتيبليكيتيف انفرس، يعني يكتبوا كده ساين ايه اوفر ايه سمول، كانه شقلب دول، يعني ساين بي اوفر بي سمول وساين سي اوفر سي سمول. طب في اختلاف؟ لا مفيش اختلاف، ده زي ده بالظبط، بس في مراجع بتكتبوا كده او مناهج بتكتبوا كده وفي مناهج بتكتبوا كده، الاثنين صح سواء كده او كده. المهم ان هو السايد اوفر ساين الانجل بتاعه. طيب احنا ممكن نشتغل مثلا بالشكل الاولاني ده. يعني مثلا لو هو جه اداني ايه؟ لو جه اداني السايد ده مثلا اللي هو بي سمول ادهولي ب 10 سنتيمتر، واداني الانجل دي مثلا ممكن نقول برضو اداني ده ده اي سمول، واداني الانجل دي مثلا 60 ديجريز والانجل دي 50 ديجريز اللي هي سي بي وسي. اول حاجه لازم اجيبها في الساين رول لازم يكون عندي الثري انجلز موجودين، لازم الثري انجلز يكونوا موجودين عندي. يعني انا عندي دلوقتي دي 50 ودي 60، انا اقدر اجيب ميجر اوف انجل ايه اهو ان انا اعمل 180 ماينس 60 بلس 50، هتقوم طالعه لي الانسر 70. خلاص طالما انا جبت الانجل الثالثه دي ابتدي اطبق بقى الساين رول بتاعتي. طب الساين رول الاول ايه بقى؟ بتقول ايه اوفر ساين ايه؟ ايه يعني اخد السايد ايه مش موجود، يبقى اللي فوق ده سايد اللي تحت انجل. ساين ايه اللي هي انجل ايه؟ انجل ايه اللي هي بكام؟ ب 70. عشان كده بقول لازم يكون عندي الثري انجلز موجودين. طب البي موجود ب 10 سنتيمتر اوفر ساين بي، ساين بي اللي هي انجل بي، انجل بي بكام؟ ب 60، يبقى ساين 60 اوفر سي مش موجود اللي هو السايد سي مش موجود اللي هو اي بي اوفر ساين سي اللي هي ساين 50. ونبتدي نعمل ايه بقى؟ نبتدي نعمل كروس مالتيبيكيشن. انا بلاحظ ان الريشيو دي النيوميريتور از نون والدينومينيتور از نون برضه، يعني دي تعتبر نون ريشيو، لكن دي فيها النيوميريتور النون وهنا النيوميريتور النون. فانا ممكن اعمل كروس مالتيبيكيشن مع دي اهو، اجيب السي، يعني عايز اجيب السي مثلا اهو، نبدا بالايه حتى، عايز اجيب الايه الاول اهو، نعمل كروس مالتيبيكيشن. الكروس مالتيبيكيشن بعمله بسهوله ازاي؟ او مباشره، ان اللي شابك مع الايه هو ساين 60 نخليه تحت. يعني اللي شابك مع الايه ده اللي هو الانون بتاعي ساين 60 نخليها تحت، ونعمل 10 تايمز ساين 70 فوق ونحسب ده على الكالكوليتر. طبعا عشان ما اضيعش وقت بالكالكوليتر، مثلا سي هيطلع مثلا 11.3 مثلا. طيب نفس القصه ممكن اعملها مع السي، السي نقوم عاملين كروس مالتيبيكيشن اهو، يعني انا عايز سي اللي شابك مع السي ادي ساين 60، واقوم عامل 10 تايمز ساين 50 فوق، يبقى انا كده واقوم مطلع الانسر بتاعتي بالكالكوليتر تطلع مثلا 12.3 مثلا. يبقى انا كده طلعت الايه السايدز بتوعي بمنتهى البساطه. لو طلب مني البريمتر اوف تراينجل بريمتر، واقوم عامل السايدز دول كلهم بلس بعض، بعملهم كلهم، يعني طلعت ده 10 طلعت ده 11.3 طلعت ده 12.3 مثلا، اقوم عاملهم كلهم بلس بعض، ابقى كده جبت ايه بريمتر اوف تراينجل اي بي سي. ده الموضوع ببساطه، يعني يا رب يكون اتفقنا.